لدعوة من النقابات البولونية، تظاهر عدد من المحتجين البولونيين المعارضين لسياسة التقشف في وارسو احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد. فالبرلمان المجتمع اليوم من المقرر أن يقر قانونا جديدا حول سن التقاعد. التحالف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء يواجه النمو المتزايد في ظل زيادة نسب التأمين. الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة لم تقنع الليبراليين الذين يرون خطورة في زيادة الأسعار المفروضة. لقد نظم النقابيون تجمعاً أمام البرلمان في وارسو اليوم للاعتراض على مشروع الحكومة. تحالف الحكومة البولونية تعهد المضي قدماً في مشروع التقاعد بعد أشهر من الإصلاح الذي اقترحه رئيس الوزراء في إطار سياسته التقشفية. وتفادياً لسياسة مماثلة، يعمل النظام البولوني على الخروج من الأزمة. أزمة تطال الدول الأوروبية كافة من إسبانيا إلى البرتغال مروراً باليونان وإيطاليا.